إذن حاجتان، حاجة للأمن وحاجة للتنمية، وهناك فصائل عدة تتحرك على الأرض في دارفور. أبرز المؤثرين على الساحة هناك سياسيا هو عبد الواحد نور. ما هو تفاصيل الاجتماع الذي عقدتموه معه، وهل هو فعلا يعني هل أنتم تثقون بأنه على جاهزية للدخول معكم في هذه المفاوضات، مفاوضات الدوحة؟ أعتقد أن السيد عبد الوحيد نور، والذي لدي معه علاقات جيدة، أعتقد أنه مستعد للعمل من أجل السلام. لقد اتخذ هذا العهد معي شخصيا منذ أشهر. الفرق الوحيد هو أنه في هذه المرة قال بشكل علني وبحضور الوزير المحمود الذي يمثل دولة قطر، وهذا يمثل تطورا، وهذا يعني أن عبد الوحيد على نحو ما يعترف ويثمن في جميع الأحوال العملية القائمة في الدوحة ويأمل أن يرتبط بها. إذا نحن نعمل على الشروط من أجل أن نتمكن في نهاية المطاف من التوصل إلى حل نهائي، والسيد عبد الوحيد نور مثل السيد خليل إبراهيم أن يكونوا جزءا من الحل العام. أنا أعتقد فيما أعتقد وأمن فيما قاله عبد الوحيد وأمل في مسعاه الذي يبذله من أجل السلام. لديه شروط عدة عبد الواحد نور، وكان يوصف موقفه قبل ذلك بالمتصلب. الآن ربما أبدأ بالكلام بعض نوع من الانفتاح، ولكن الشروط ما زالت هي أهمها حل ميليشيات الجنجاويد، طرد من يصفهم بالمستوطنين الجدد، دفع تعويضات للنازحين. أنت كوسيط هل يمكن أن تستجيب لهذه الشروط؟ بشكل طبيعي، وقلت كما قلت دائما للسيد عبد الوحيد نور، ويعرف موقفي بشأن هذه القضايا، كافة هذه الشروط لن تتحقق ما لم نجلس نحن جميعا على طاولة المفاوضات. لا أعتقد أنه يجب تحميل المسؤولية الحكومة لوحدها. أعتقد أن كافة الفاعلين في دارفور، المجتمع المدني والحركات المسلحة وحكومة الخرطوم، هؤلاء كلهم لهم دور يلعبونه في عملية عودة السلام والعودة الوضع إلى طبيعته. هذا ما تطلبه أنت كوسيط. بالنسبة لعبد الواحد نور، ما الذي طلبه بالضبط؟ هل هناك شروط أخرى لم أذكرها أنا، ذكرها لك أنت فقط؟ وهل وعدك متى يمكن أن ينضم إلى هذه المفاوضات؟ أكد لي بأنه سينخرط في عملية السلام. أنا بصفتي وسيطا يجب علي أن أعمل بشأن آليات انخراطه في هذه العملية، وهذا سأقوم به مع تنسيق به، ونحن نتواصل بهذا الأمر، وقد تحدثنا عبر الهاتف أمس بهذا الخصوص. لا أود هنا حلولا جزئية مع عبد الوحيد. ما أمله والوساطة ستقوم بمبادرة في هذا الاتجاه، ما أمله هو وأن السيد عبد الوحيد والسيد خليل إبراهيم والسيد تيجان سيسي أن يقوموا باجتماع مقدس من أجل إنقاذ عملية السلام في دارفور. ولا أعتقد أن حلا جزئيا مع هذا الطرف أو ذاك، مع تغاضي الطرف الآخر، يمكن أن يحل المشكلة. إذا قبل أن نتوصل إلى المرحلة النهائية المتمثلة في تبني قرار سلام نهائي وشامل، فإن الوساطة ستحاول أن تضمن بأن هذه الأطراف الثلاثة التي أصبحت دعائم للحركة المسلحة في دارفور، أن يتمكن هذه الثلاثة أن يتمكنوا من أن يحددوا آليات تعزيز الانسجام والسلام في دارفور. يعني فهمنا بشكل عام بأنه الحل هو في اجتماع هذه الشخصيات الثلاثة، تيجان وخليل إبراهيم وعبد الواحد نور. عبد الواحد نور، فهمنا منك ما هي القصة. خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة كان في المفاوضات وانسحب، هل أكملت لنا القصة كاملة؟ ما الذي حدث معه، وهل ستنجحون في إعادته إلى المفاوضات؟ بالنسبة لخليل إبراهيم، لأنه هو الأقوى على الأرض من ناحية الناحية العسكرية.
ça va, vous pouvez le mettre de nouveau. D'accord. Nous avons avec Khalil مع السيد خليل إبراهيم نجري معه اتصالات وقد ذهبت لمقابلته في طرابلس وعاد التأكيد على شروطه من أجل عودة وفده إلى الدوحة وتتمثل في أن نسمح له بالحركة بشكل حر في دارفور وكذلك أن نعيد تشكيل منبر الدوحة وأن نحدد أولويات بشأن من يتحدث وبشأن ماذا ومتى وهل مجرى. لكن هذه ليست المرة الأولى التي بالنسبة لي هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها سيد خليل مثل هذه المشاكل وهذه الانشغالات. ما أعيبه على سيد خليل الآن هو أن يغادر طاولة المفاوضات لأننا لا نستطيع أن نحل أي شيء خارج إطار المحادثات. أود أن أقول أننا نجري محادثات مع حركة العدل والمساودات والحكومة منذ 2009. تتذكرون اتفاق النوايا السليمة. لقد شاهدنا بعض المشاكل وشاهدنا فترات سوء فهم لها علاقة بإطلاق سجناء الحركة وكذلك موضوع حقوق الإنسان. لكن بفضل الحوار تمكنا من التواصل بشكل جزء لتجاوز هذه المشاكل. الآن لا أعتقد أن غيابه من الدوحة يمكنه أن يشارك يساهم بشكل إيجابي لحل المشاكل. ولكن هل ستعيده؟ هل ستنجح في إعادته؟ آمل أن أنجح في ذلك. بالتأكيد سأسعى لأن أراه وهو صديق بالنسبة لي وأنا أعرفه منذ 2003. إذن سأذهب لأراه وسأؤكد وسأثابر في هذا المجال أن يكون جزءا من الحل العام. شكرا جزيلا لك السيد جبريل باسولي وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعملية السلام في دارفور. شكرا جزيلا لك. أهلا بك. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام الجزيرة منتصف اليوم وفقرة ضيف المنتصف.